سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانا، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. إذن أحبائي أحبائي الأطفال، الأخلاق ثم الأخلاق، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، إنهم ذهبت أخلاقهم، إنهم ذهبت أخلاقهم، ذهبوا ذهبوا. أحبائي شكون يقدر يقول لي الآية تاع طاعة الوالدين كاملة؟ الآية تاع طاعة الوالدين كاملة. دبدوب تعال تعالى شوف أصدقائنا إلى محافظينها، شوفنا شكون الشاطر، شكون الشاطر والشاطر والشاطر. شوف الشاطرة هذه، أعطي لها الميكرو الشاطرة. واسمك؟ رهف. ها؟ رهف. رهف، واو اسمك شباب. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. قولي لنا الآية تاع طاعة الوالدين بنتي. طاعتي للوالدين رمز أخلاق وادي والتزام ويقي، بسنة هدي الأمير بسنة. رهف رهف، الآية ليست الأغنية، الآية من القرآن الكريم اللي تعرفيها تعرفيهاش؟ معلش من بعد تعرفيها. معلش بنتي شوف الشطرة هذه هذه هذه. واسمك بنتي؟ سندس. واسمك؟ سندس. سندس، الله يبارك الله يبارك. سندس شحال في عمرك؟ تسعة. تسع أيام؟ تسع سنين. تسع سنين، عمي تسع أيام. تقراي مليح سندس؟ شحال جبتي المعدل؟ ثمانية. ثمانية، برافو 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 برافو، تصفيق عليها تصفيق عليها تصفيق عليها تصفيق عليها، ثمانية، برافو برافو برافو. قولي لنا الآية تاع طاعة الوالدين بنتي. وقد ربك. إيه؟ ومن بعد؟ ألا تعبد إلا إياه. سيتيها؟ شو مازالت طويلة شوية، شكون اللي يعرفها كاملة؟ أعطي للشابة هذه، أعطي لها. واسمك بنتي؟ واسمك بنتي؟ فضيلة. فضيلة، الله يبارك الله يبارك. شحال في عمرك فضيلة؟ تسع سنوات. تسع سنوات، قولي لنا الآية بنتي. وقضى ربك ألا تعبد.
تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبرى أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما. صدق الله العظيم. نقصة تعرفها؟ شكرا بنتي، شكرا شكرا شكرا. شكون اللي قلنا الآية كاملة 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 كاملة؟ شوف الشطر هذا حافظها، شوف الشطر هذا. واسمك؟ معمر. واسمك؟ معمر. معمر وشك معمر؟ لاباس لاباس الحمد لله. قلنا الآية معمر الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاعة الوالدين إحسانا. معلش معلش معلش. إن يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما قولا كريما. ولا تقل لهما قولا كريما. يا وليدي علاش؟ علاش يا وليدي؟ احنا رانا هنا على القول الكريم للوالدين. معليش معليش. شكون حافظها؟ شكون حافظها؟ شكون حافظها؟ بسم الله. واسمك؟ اسلام شعب بن بوماتي. اسمك طويل، كيفاش نعيطوا لك؟ اسلام الشعبان. اسلام. اسلام الله يبارك الله يبارك. اسلام شحال في عمرك؟ اسلام 8 سنوات. 8 سنوات. شاطر في الدراسه؟ شاطر. شحال جبت معدل؟ 9.59. واو واو واو. تصفيق عليه تصفيق عليه تصفيق عليه تصفيق عليه. 9.59. عمو يزيد يحب الاطفال اللي يقراوا مليح. قلنا الايه تاع طاعة الوالدين. ولدي بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكون يعرف الآية كاملة؟ مازالها ناقصة. شكون يعرفها كاملة؟ عرفها كاملة؟ أعطي له الميكرو. أعطي الميكرو للشباب هذا. أعطي له الميكرو. أعطي له أعطي له. واسمك ولدي؟ سليمان. واسمك؟ سليمان. سليمان الله يبارك. سليمان الله يبارك. شحال في عمرك ولدي؟ أو يخمم. قلت له شحال في عمرك أو يخمم؟ 11. سليمان 11. 11 سير بالك 10. 11 11 ماشي 12. 11. علاش كنت تخمم؟ 11. انا على بالي علاش هو كان يخمم، على بالكم علاش؟ لانه مركز على الايه باش ما ينساهاش. يا اخي فاق لك عمو يزيد، كان مركز على الايه باش ما ينساهاش. قلت له شحال في عمرك؟ قاعد يخمم. معليش ولدي معليش. شاطر في الدراسه سليمان؟ نعم. شحال جبت معدل؟ 17.59. واو 17.52. 59. 59 الله يبارك الله يبارك. شاطر شاطر شاطر. قلنا الآية تاع طاعة الوالدين ولدي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما واخفض لهم جناح الذل من الرحم وقل لهما قول كريم. صدق الله العظيم. ناقصة. معليش باين شاطر بصح ناقصة. شكون اللي يعرفها كاملة؟ تعرفيها بنتي؟ بسم الله. واسمك بنتي؟ لميس. واسمك؟ لميس. الله يبارك لميس. شحال في عمرك لميس؟ 10 سنوات. 10 سنوات. شاطرة في الدراسة؟ شاطرة في الدراسة. شحال جبتي معدل؟ 9.59. 9.59. زيدوا صفقوا عليها زيدوا صفقوا عليها. الله غالب. انا نحب اللي يقراو مليح. برافو برافو. قولي لنا الايه بنتي كامله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. برافو. تعالي 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 تعالي. برافو. تصفق عليها تصفق عليها. يا أحبائي آخر الآية هو المهم. قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. أحبائي على بالكم باللي طاعة الوالدين هي أول القيم. البر بالوالدين مهم جدا. على بالكم لو كان برك تخزر في والديك خزرة مش مليحة برك خزرة برك عرش الرحمن يتزعزع عرش الرحمن. يا أحبائي طاعة الوالدين مهما تكون زعفان مهما تكون مقلق مهما تكون الوالدين ثم الوالدين أوف ما تقولوها لهمش يا أخي. لأنه نحكي لكم واحد الحكاية مرة واحد الطفل صغير هكذا كيما انتوما ناض الصباح قال يماه قالها يما قالها راني وجدت لك الفاتورة. قالت له ولدي تعماش هاد الفاتورة. قالها الأسبوع اللي فات نظمت الغرفة نتاعي 30 دينار. قالها نهار الاثنين اللي فات خرجت لك سلة المهملات 20 دينار. قالها السمانة اللي فاتت جبت لك ليك معدل 17 100 دينار. بدا يحسب لها. بعد واش تقول له الأم نتاعو بالحنان نتاعها. قالت له تعالى يا ابني اقعد. قالت له شوف الفاتورة تاع أمك. قالت له حملتك في بطني 9 أشهر مجانا عمري ما قلت لك أعطيني حاجة. سهرت الليالي عليك وانت مريض باطل مجانا. غطيتك في الليل انت كنت بردان وراقد ما كنتش واعي غطيتك باطل. قريتك تعبت عليك. بعد واش يدير الطفل هذاك ولا يبكي. قال لها أمي سمحي لي غلط في حقك. يا أحبائي الوالدين ثم الوالدين. يا أخي بنتي إذن لميس أعطيني الهدية. عمو يزيد يعطيك هدية لأنك شاطرة. أعطيني الهدية تاعها. بنتي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد راعي هذا الحفل وراعي عمو يزيد شو يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها. يلا بنتي بالتوفيق إن شاء الله بالتوفيق تصفيق عليها. شكرا. هذه الحفلات بإمكانكم تشوفوهم إما على الصفحة الرسمية عمو يزيد الصفحة الرسمية ولا على حساب اليوتيوب عمو يزيد. وهذه الحفلات كلها تمر على الشروق تي في أثناء العطلة كل يوم على 10 الصباح والتعود على 5 العشية كل يوم في العطلة. بعد العطلة تمر الجمعة الصباح على 10 يعني كي ما تكونش العطلة تمر بالجمعة صباحا تشوفوا روحكم. وعمو يزيد راح يعلن على هذا الحفل في الصفحة الرسمية عمو يزيد الصفحة الرسمية. إذا اشتركوا في الصفحة باش توصلكم المعلومات باش تقدروا تشوفوا هذا الحفل. يا أخي عمو يزيد ما طلبش منكم الآية تاع الوالدين هكذاك لأني درت أغنية نقول فيها نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. يلا نحبك يا أمي كامل معايا. نحبك ماماتي نحبك أباتي انتم حياتي وسر سعادتي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. يلا يلا معايا كامل هكذا كامل 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 كامل. أتعبت في تربيتي خلقي وأدبي أتعبت في تربيتي خلقي
خلقي وآدابي وكذا راحتي نورت لدربي وكذا راحتي نورت لدربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي نحبك ماماتي نحبك أباتي انتم حياتي وسر سعادتي يلا معايا يلا 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 لا أقول لكما أف ولا أنهركما لا أقول لكما أف ولا أنهركما أنا عاملكم بلطف وانت أمركما أنا عاملكم بلطف وانت أمركما نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي ودي ما ساكن قلبي نحبك ماماتي نحبك أباتي انتم حياتي وسر سعادتي يا رب ارزقهما جنة من الجنات يا رب ارزقهما جنة من الجنات واغفر لهما الذنب يا رحمن واغفر لهما الذنب يا رحمن نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي نحبك ماماتي نحبك أباتي انتم حياتي وسر تسبيقة حارة العمو يزيد شكرا زيد. شكرا شكرا تعبت في تربيتي خلقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي يا أحبائي الأولياء مهما درنا للوالدين عمرنا ما نقدروا نرجعوا لهم واش دارونا إذن يا أحبائي البر بالوالدين كاين أغنية أنا نحب الطبيعة تحبوا الطبيعة تحبوا الأزهار تحبوا العسل إذن العسل يأتي من النحل ومن رحيق الأزهار كاين أغنية نقول فيها حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى تغنوها معايا يلا حطت نحلة النحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى يلا حطت نحلة كاملة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة زهرت كل حقول الزهر شربت من ألوان العطر زهرت كل حقول الزهر شربت من ألوان العطر قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة قال
أحباب الأطفال. قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال، أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأفراح، أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأفراح. حطت نحلة فوق الصهر شربت من مبسمها قطرة. فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة. حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة. شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى. شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى. حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة. زارت كل حقول الزهر شربت من ألوان العطر. زارت كل حقول الزهر شربت من ألوان العطر. قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال. قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال. حطت نحلة فوق الزهر شربت من مبسمها قطرة. أحباب الأطفال قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال. أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأفراح. أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأفراح. حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قطرة. شكرا 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 شكرا. أحبائي الأطفال، كما قالت النحلة، قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال. أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأفراح. إذن لازم نعتني بالبيئة، الأزهار والحيوانات. يا أحبائي، الرفق بالحيوانات مهم جدا جدا جدا. كاين واحد الأغنية، واحد الأغنية أنا شخصيا نحبها بزاف. هذه الأغنية تتكلم عن الهوية الجزائرية بعيدا عن الجهوية. أحبائي، ماذا بيا الطفل ولا الإنسان اللي يسكن في الشمال ولا يسكن في الغرب ولا يسكن في الجنوب ولا يسكن في الشرق، اسمه جزائري فقط 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 جزائري. لازم نبتعدوا على كل الألقاب اللي تبعدنا عن الهوية نتاعنا الحقيقية اللي هي الجزائر، أمنا الجزائر. احنا كلنا جزائريين، وكل هذوك الألغاب بعاد علينا وما يهموناش. تسكن في الشرق جزائري، في الغرب جزائري، في الشمال جزائري، في الجنوب جزائري، في الوسط جزائري. عمو يزيد دار أغنية نعتز بها جدا، نقول فيها: سألوني سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري. إذن يا أحبائي، الإنسان باش يقدر يتقدم في حياته ويتقدم في عمله والمجتمع يرقى ويزدهر، لازم نروحوا للأولويات. الأولويات هي هويتنا، كلنا جزائريون يا أخي. أمنا
إذا سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني يلا كمل معايا. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. نحن أولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. نحن أولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. شكرا 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 شكرا. على بالكم يا أطفال، هذه الأغنية أنا شخصيا في كل مرة نغنيها، في كل مرة لحمية شوك، في كل مرة والله العظيم. علاش؟ لأنه كاين أشياء تعيق تطور المجتمع، هما هذه الأشياء الثنائية، يعني لي شوز سيكوندير اللي ما عندهمش أهمية. الأهمية هي أننا ولاد الجزائر كلنا، وأننا جزائريين. حاجة واحدة أخرى ما تهمناش، أنت وين تسكن، أنت من جيت، لمن كان النسب، أنا منا، أنا من هيك، أنت من هيك، ونروحوا في هذوك التفاهات وننساو الأولويات اللي هما المثابرة، الدراسة، الانضباط في العمل. يا أخي أحبائي، لا تحزنوا، حان الوداع.
لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. أشكر عمي يزيد على هذه المباراة الجميلة. نشكر عمي يزيد على هذه الحفلة الجميلة التي استمتع كثيرا على حضوره، ونشكر على حضوره إلى هنا لمدينة ألف قب وقب. نشكر عمي يزيد في هذه الحفلة الجميلة. تحية خاصة لمديرية شباب الرياض على هذه المبادرة، وتحية خاصة جدا جدا لقناة الشروق والشاب يزيد على حضوره هنا في مدينة الواد، وأتمنى هذه المبادرة أن تتكرر دائما وأبدا من ولاية إلى الولاية، ومرحبا به في وادي سوف كل عام. أشكر عمي يزيد على هذه الحفلة الجميلة. أشكر عمي يزيد على هذه الحفلة، استمتعنا كثيرا. نشكر عمو يزيد على الحفلة الجميلة. نحب عمو يزيد بزاف.